خطب سيدنا الحسين غداة اليوم الذي استشهد فيه، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء، غير أن الله تعالى خلق الدنيا للفناء، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر، منزل تلعة ودار قلعة، التلعة مسيل الماء، لأن من نزل التلعة فهو على خطر، إن جاء السيل جرف به، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون.